ما نجمش ما نهبطلكمش روسيت البشكوت والزمني متاع العيد اللي ما يخطاش حتى دار تونسية. روسيت ناجحة 100% ويجيكم البشكوت هشوش خفيف يذوب في الفم. تبعوا الروسيت باش تعرفوا كيفاش حضرتو. المقادير الكل تو نكتبها لكم تحت الفيديو، وراهي الكمية اللي عملتها كمية كبيرة. بالباتور ولا حتى بيدينا نخلطوا خليط البيض والسكر والفانيليا مليح لنذوب السكر، المرحلة هذه مهمة، ونزيد مغرفة صغيرة قشور بردان يبنن على الأخر. نصب الزيت، زيت مخلط زيت زيتونة وزيت نباتي، وباش نصب نص حكة نستلي خاطر الكمية متاعي كبيرة. حطيت الجلجلان محمر و50 غرام لوز مرحي ونخلطهم الكل مع بعضهم. نكمل بالخميرة متاع الجاتو ونغربلو الفرينة. ديما كيف تحطوا الفرينة ما تحطوهيش الكمية الكل، خاطر العجينة لازمها تجي طرية وتتلصق شوية في اليدين، وهكي كيجيكم البشكوت هشوش يعمل الكيف. كملت العجينة متاعي لميتها ما نعجنوهاش، وندهن ايدي بالزيت ونحضر كعابر نحطهم في بلاتو باش هكيكا تجيني الخدمة سهلة. ونتعدى نشكل كعبات البشكوتو، ديما نستعمل الماكينة التقليدية الزمنية. نشكل دي بودان طوال 3 ولا 4، ومن بعد تقسموهم كما تحبوا طوال وإلا قصار، ونحطهم في طبق مدهون بشوية زيت. ندخلهم للفور على 180 درجة لين يطيبوا يا حمار، وما نحكي لكمش على الريحة والبنة، نودكم ولا نشهيكم. رسيت راهي ناجحة 100%، جربوها وتفكروني.